مونتي كارلو الدولية الأخبار. علاء الدين بنجار. تمام الخامسة بالتوقيت الفرنسي مستمعينا، طابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. نبدأها بعناوين نشرة الأخبار. فرنسا وروسيا تتفقان على ضرورة حل سلمي للأزمة السورية وتختلفان حول مسؤولية الهجوم الكيميائي. النظام السوري يتهم الدول الغربية بالسعي لفرض إرادته على الشعب السوري، وأمنيا عودة للتصعيد على الحدود بين دمشق وجارتها تركيا. في مصر، السلطات تواصل مطاردة الإخوان المسلمين، الأمن يعتقل المتحدث باسم الإخوان جهاد الحداد، والقضاء يتحفظ على أموال قيادات المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر. في تونس، إضراب عام للإعلاميين احتجاجا على استهداف حرية الرأي، وفي المملكة المغربية الأمن يعتقل الصحفي علي أنوزلة. مساء الخير. غدت صدور تقرير المفتشين الأمميين عن الأسلحة الكيميائية والذي أكد استخدام غاز السارين في غوطة دمشق شهر آب أوت الماضي، تواصل الدول الغربية جهودها الدبلوماسية سعيا لاستصدار قرار شديد اللهجة من مجلس الأمن حول تفكيك مخزون الأسلحة الكيميائية السورية. وزير الخارجية الفرنسية لورون فابيوس حل ضيفا اليوم على مدينة موسكو، حيث عقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. الرجلان أجريا مباحثات تركزت أساسا على الشأن السوري. عبد القادر خياشي تابع هذا المؤتمر الصحفي ورصد لنا أهم التصريحات. رغم إصرار وزيري الخارجية على اختلاف وجهتي نظر بلديهما بشأن المسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي، إلا أن مسار المؤتمر الصحفي أوحى بأن المحادثات تجاوزت استخدام الكيميائي ودخلت في تفاصيل مؤتمر جنيف 2 الذي يجري الاستعداد لعقده. ذلك ما قاله وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. تحدثنا كثيرا، لا بل إن ذلك كان أبرز ما تحدثنا فيه عن الحل السياسي الذي لا مفر منه في سوريا، لأننا وأصدقائنا الروس مقتنعون بأنه ليس هناك حل عسكري صرف، وأنه عبر الحوار السياسي ينبغي أن نجد حلا، وهو ما نسميه بمؤتمر جنيف الثاني، والذي من الأفضل التعجيل به، إذ إنه بإيجاد الحل السياسي فقط يمكننا وضع حد للمأساة السورية. نظيره الروسي أكد ذلك مع وضع الشروط التي تراها موسكو ضرورية لإنجاز العملية السياسية. سيرغي لافروف: نحن نريد توقيف المجازر واستعادة أحلال السلام وفقا إلى السيادة السورية. نحن نريد لسوريا أن تبقى بلدا علمانيا، أن يتم فيه احترام كل الحقوق والمجموعات العرقية والدينية المكونة لهذا البلد. إن باريس وموسكو تتشاطران نفس الهدف، ولكن لدينا بعض الاختلافات فيما يتعلق بالوسائل من أجل الوصول إلى هذا الهدف. في كل الأحوال، فإن مسألة السلاح الكيميائي باتت على ما يبدو وراء ظهورنا، وما الحديث عن صدور القرار بشأنه تحت الفصل السابع سوى استمرار لاختبار القوة بشأن الحل السياسي. الصين أكدت أنها ستدرس بجدية تقرير الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ورفضت في الوقت نفسه استخلاص أي نتيجة بشأن منفذي الهجوم. التقرير الأممي صدر أمس، ومباشرة بعد هذا قالت واشنطن وباريس ولندن بصوت واحد أن هذا التقرير لا يترك مجالا لأي شك في مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الهجوم. عودة إلى حيثية تقرير مفتشي الأمم المتحدة في ورقة منى دويبية. التقرير أتى في 5 صفحات أرفق برسالة موقعة من رئيس فريق المفتشين. الخبراء الذين زاروا خلال ساعة كلا من معظمية الشام في الغوطة الغربية وزملكة وعين ترمة في الغوطة الشرقية، قابلوا خلالها أكثر من 50 ناجيا، بينهم ضحايا و7 أطباء و9 ممرضات ومسعفون، وأخضعوا 38 شخصا للفحوص الطبية التي كشفت عن أعراض تتناسب مع تسمم بمركبات عضوية فوسفاتية تدخل بشكل
خاص في تركيب المبيدات، كما أن عينات الدم والبول والشعر كشفت عن تعرضهم لغاز السارين. وبعد تحليل عدد من قذائف أرض القادرة على حمل شحنات كيميائية كبيرة، عثر على السارين في غالبية هذه الحالات. وأضاف المحققون إلى أن انخفاض الحرارة عند فجر 21 من أب أغسطس دفع بالغاز السام باتجاه الأرض وسهل دخوله إلى الطوابق السفلى للمساكن، حيث كان لجأ الكثير من الأشخاص، ما زاد من التأثير المحتمل للهجوم الكيميائي. المحققون خلصوا إلى أنه في 21 من أب أغسطس 2013 تم استخدام أسلحة كيميائية في النزاع القائم في سوريا، استهدفت مدنيين بينهم أطفال على مستوى كبير نسبيا دون الإشارة إلى حصيلة الضحايا أو تحديد المسؤول عن استخدام هذا السلاح الكيميائي. من جانبها الحكومة السورية رفضت الاتهامات الغربية القائلة بمسؤوليتها حول استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت الحكومة السورية بأن الدول الغربية تسعى لفرض إرادتها على الشعب السوري. من دمشق صفاء مكنا. انتقدت دمشق المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وقالت إن مجرياته فضحت حقيقة أهدافهم في سوريا. وجاء في بيان للخارجية السورية نقلته وكالة سانا الرسمية إن ادعاء واشنطن وحلفائها الالتزام تجاه الحل السياسي يتناقض مع محاولاتها المستمرة استباق العملية السياسية واستمرارها بدعم المجموعات المسلحة. الخارجية السورية أكدت أيضا أن الحديث عن المشروعية السياسية والدستورية في البلاد حق حصري للشعب السوري، لا يجوز لهذه الدول مصادرته. وقال البيان إن الرئيس بشار الأسد هو الرئيس الشرعي، ومن لا تعجبه هذه الحقيقة فعليه ألا يذهب إلى مؤتمر جنيف. وتعليقا على التفاعلات الأخيرة، رجح رجاء الناصر من هيئة التنسيق الوطني المعارضة في الداخل، رجح الجانب الإيجابي على السلبي في هذه التصريحات، وقال لمونتي كارلو الدولية إن الأمور لا تزال في السياق العام. من جانبه أنس جودة من تيار بناء الدولة السورية المعارض رأى أن التوافق الأمريكي الروسي لم ينجز حتى الآن بشكل كامل، وأن الإدارة الأمريكية تحاول كسب بعض الأوراق الأخرى عن طريق تهديد بالذهاب إلى مجلس الأمن. صفاء أمكن، دمشق، مونتي كارلو الدولية. تطور لافت شهده الملف السوري اليوم، فقد نقلت وكالة رويترز أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة مايكل أورين قال اليوم في حديث لصحيفة واشنطن بوست أن بلاده أي إسرائيل تريد أن تشهد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وأن الهزيمة ولو تمت على أيدي معارضين متحالفين مع القاعدة ستكون أفضل من التحالف الموجود حاليا مع إيران. أمنيا، أعلنت دمشق أن المروحية السورية التي أعلنت أنقرة إسقاطها في وقت في أمس دخلت المجال الجوي التركي عن طريق الخطأ. وتصعيد زاد اليوم أيضا على الحدود التركية السورية، حيث ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المقرب من المعارضة أن سيارة مفخخة انفجرت عند معبر باب الهوى. ما هو تفسير هذا التصعيد بين دمشق وأنقرة؟ سؤال يجيبنا عنه المحلل السياسي التركي فائق بلوط. ممكن أن نقول العملية لها خلفية معينة. خلفية الأولى، ممكن تركيا طبعا قد ردت على طبعا مروحية نقمة من الطائرة التي أسقطت، أو قيل أنه أسقطت من قبل طبعا الصواريخ السورية يعني قبل سنة سنتين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تركيا مستاءة جدا من قرارات الأمم المتحدة، خصيصا قرارات الأخيرة المتخذة من قبل روسيا وكل من روسيا وأمريكا والأسرة الدولية بخصوص تأجيل عملية قص بعض المراكز السورية. أعتقد النقطة الثالثة أنه تركيا يعني السياسة المنتهجة إلى سوريا هي سياسة كانت فاشلة، أسقطت بالأحرى فشلها، لذلك تريد أن تسقط وجودها انطلاقا من هذه الخلفية. يعني أجرت على مروحية وأسقطت بالمروحية. استمعنا إذن إلى المحلل السياسي التركي فائق بلوط، وكان يرد على أسئلة رولا أبي حيدر. أمنيا دائما، كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق الأممية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أيدت المعلومات القائلة أن نصف المقاتلين المعارضين السوريين هم من المتطرفين. ومسؤول أمني سوري ذكر أن مقاتلي المعارضة المسلحة يمتلكون صواريخ أرض مصنعة محليا، بالإضافة إلى غاز السارين. وحتى نختم مع الملف السوري، في لبنان أصدر القضاء مذكرتي توقيف حق السوريين في إطار التحقيق في سلسلة تفجيرات وقعت في منطقة البقاع شرق لبنان واستهدفت مواكب لحزب الله اللبناني.
تواصلون الاستماع لنشرة أخبار الخامسة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. في مصر تواصل الحكومة المؤقتة مطاردة قيادة الإخوان المسلمين، فقد ألقي القبض على المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد، كما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بتأييد قرار النائب العام بمنع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقادة في تيارات إسلامية من التصرف في أموالهم. إلى هذا أعلن ممثل حزب النور السلفي انسحابه من جلسة عقدت أمس لتعديل الدستور احتجاجا على رفض اقتراح تم التقدم به بشأن مواد في الدستور تخص دور الشريعة الإسلامية. أكدت الحكومة المقالة في غزة أن السلطات المصرية ستعيد فتح معبر رفح البري مع القطاع جزئيا يوم غد الأربعاء والخميس لمدة 4 ساعات. وفي الأراضي الفلسطينية قتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بعد اقتحام منزله في وقت مبكر في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية. في المملكة المغربية صاحب أشهر موقع إعلامي موقع لكم الصحفي علي أنوزلا تم اعتقاله من طرف القوات الأمنية بسبب نشره شريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة. تفاصيل أكثر مع مراسلنا في الرباط جلال المخفي. الساعة 9:00 صباحا بتوقيت غرينتش، عدد كبير من رجال الشرطة يقتحمون موقع لكم الإلكتروني وسط العاصمة الرباط ويعتقلون مديره علي أنوزلا. الشرطة حجزت كذلك 8 وحدات مركزية خاصة بحواسيب العمل في مقر الموقع الذي يعتبر من أهم المواقع الإخبارية في المغرب، وتركت العاملين والمتعاونين مشدوهين. دقائق معدودة بعد الاعتقال صدر بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية يقول إنه تم إيقاف المسؤول عن الموقع المذكور قصد البحث معه حول نشر فيديو للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يتضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمغرب. العاملون ومحامي الموقع لا يعلمون إلى الآن أين يتم التحقيق مع المدير وما التهم الموجهة له، لكنهم يؤكدون أن موقع لكم نشر فقط رابط الفيديو انطلاقا من موقع جريدة البايس الإسبانية من باب الحق في الخبر. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية. في تونس أيضا الإعلاميون يتعرضون لضغوطات، فقد نفذ الصحفيون اليوم إضرابا عاما قالوا إنه يأتي احتجاجا على ما أسموه محاولة تركيع الإعلاميين من قبل حزب حركة النهضة الذي يقود الحكومة الائتلافية. والسلطات البحرينية أعلنت إحالة القيادي في جمعية الوفاق الشيعية المعارضة خليل مرزوق إحالته إلى النيابة العامة. في الأخبار الدولية، ارتفعت حصيلة معركة زامبونغا الميناء الكبير في جنوب الفلبين، حيث تجري مواجهات منذ أكثر من أسبوع بين القوات الحكومية وانفصاليين مسلمين، ارتفعت إلى حوالي 100 قتيل كما أعلن الجيش اليوم. التفاصيل مع طارق القاعي. هي مواجهة عنيفة يشهدها جنوب الفلبين استدعت لجوء السلطات الفلبينية إلى الطائرات الحربية بالأمس. هذه الأزمة بدأت الأسبوع الماضي عندما وصل حوالي 200 مقاتل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو إلى ميناء زامبونغا، مدينة ساحلية التي تضم حوالي 1 مليون شخص والتي كان زعيم جبهة تحرير مورو قد أعلن استقلالها. وقد أعلنت اليوم الشرطة الفلبينية أن 86 من الانفصاليين قد قتلوا، إضافة إلى 9 من عناصر الأمن و4 مدنيين. هذا وقد فر حوالي 150 شخص كانوا محتجزين على يد جبهة تحرير مورو، فروا أو أخلي سبيلهم بين ليل أمس واليوم، ويسجل بقاء المئات من المدنيين الفلبينيين في صفوف الرهائن بما فيهم الأطفال والنساء. الجبهة الوطنية لتحرير مورو تعتبر أنها مهمشة من المفاوضات التي تجريها حاليا السلطات الفلبينية مع المجموعات الانفصالية من أجل تأسيس منطقة منفصلة وغير مستقلة في جنوب البلاد، وهي منطقة ذات أغلبية مسلمة في البلد الكاثوليكي الأكبر في آسيا. نبقى في المنطقة، حيث حكمت المحكمة العليا في بنغلاديش على أحد قادة الجماعة الإسلامية عبد القادر ملا بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم خلال فترة النضال من أجل الاستقلال. في أخبار الرياضة، الاتحاد البلغاري لكرة لألعاب القوى أعلن إيقاف العداء تريتزيان نايموفا مدى الحياة بسبب تناولها المنشطات وطلبها بإعادة ذهبية بطولة أوروبا. ونبقى أيضا في الرياضة مع دوري الأبطال الأوروبية، ومعك وديع فيعني، ما هي أبرز مباريات هذا المساء؟ هذا المساء هو طبعا انطلاق المسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع إذن حامل اللقب بايرن ميونخ في المجموعة الرابعة يستضيف نادي سي إس كي موسكو الفريق الروسي. نعرف أن بايرن ميونخ يعتمد حاليا الآن هذا الموسم على مدرب جديد هو الإسباني غوارديولا الذي سبق له أن قاد برشلونة إلى اللقب. وهناك أيضا فريق
فريق باريس سان جيرمان بطل فرنسا أيضا يدخل المنافسة في المجموعة الثالثة، تعتبر أسهل، هو سيحل على أولمبياكوس في أثينا في اليونان، فيما هنالك لقاء بين بنفيكا وأندرليخت. ريال مدريد فريق رونالدو وبيل يكون في تركيا ليواجه جالاتا سراي فريق ديدي دروبا. شكرا لك وديع، ومباراة شيقة نتمناها لمستمعينا. في النهاية هذه النشرة نذكر بأهم ما جاء فيها. فرنسا وروسيا تتفقان على ضرورة حل سلمي للأزمة السورية وتختلفان حول مسؤولية الهجوم الكيميائي. النظام السوري يتهم الدول الغربية بالسعي لفرض إرادتها على الشعب السوري، وأمنيا عودة للتصعيد على الحدود بين دمشق وجارتها تركيا. في مصر السلطة تواصل مطاردة الإخوان المسلمين، الأمن يعتقل المتحدث باسم الإخوان جهاد الحداد. وفي تونس إضراب عام للإعلاميين احتجاجا على استهداف حرية الرأي. شكرا لكم. مساء مونتي كارلو الدولية، علاء الدين بنجار. أهلا بكم من جديد، نفتح الآن فترة إخبارية متواصلة نبدأها بفقرة مباشر مع المراسل، وهي تجمعنا بمراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله. مستجاب، الحكومة المصرية، الحكومة الحالية المؤقتة، تواصل مطاردة قيادات الإخوان المسلمين. تم القبض على المتحدث باسم الإخوان، وأيضا القضاء تحفظ على أموال بعض القيادات. نعم بالفعل علاء، هذا القرار جاء على خلفية اتهامات موجهة لقيادات جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية. كان النائب العام تقدم بأربع طلبات بمنع التصرف في أموال 25 من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية، أبرزهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وذلك في ضوء قضايا أحداث اعتصام النهضة ومكتب الإرشاد والحرس الجمهوري والاتحادية، باعتبار أنهم كانوا يمولون هذه الأحداث من أموالهم. فمحكمة الجنايات أيدت طلب النائب العام بمنع هؤلاء من التصرف في أموالهم. دفاع الإخوان أكد أنه لا يوجد دليل للتحفظ على قيادات الجماعة، لأن هذا الطلب استند إلى تحريات الشرطة، وهذا من وجهة نظره مخالف للقانون وغير كافي لمنع هؤلاء من التصرف في أموالهم. كما أشرت على أيضا أن السلطات المصرية تلاحق قيادات الجماعة. بالفعل تم القبض على جهاد الحداد، وهو المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين في شقة بمدينة نصر بالقاهرة. على الجانب الآخر، منذ قليل قضت محكمة السويس العسكرية بالسجن 3 سنوات على 2 من أنصار مرسي بتهمة كسر حظر التجول، وهذا أول حكم يتعلق بحظر التجول على. نعم، أضيف إلى ما قلته مستجاب أن مصادر أمنية مصرية قالت أن فرنسيا توفي في زنزانته في القاهرة بعد تعرضه للضرب الشديد على أيدي سجناء آخرين. مستجاب، ماذا عن تعديلات الدستور؟ يبدو أن بعض أعضاء حزب النور انسحبوا من لجنة تعديل الدستور. يعني هو الذي حدث هو أن بسام الزرقا، وهو الممثل الوحيد لحزب النور السلفي في لجنة 50، انسحب من اجتماع اللجنة بعد رفض أعضائها مقترح تقدم به يقضي بإضافة ملاحظة على المادة الثانية، وهي المتعلقة بالشريعة الإسلامية. ينص جزء من هذه المادة على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. كان المقترح أن يتم حذف كلمة مبادئ، وبالتالي تصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك بعد أن رأى الزرقاء توجه لأعضاء اللجنة بحذف المادة 219، وهي من المواد المفسرة لكلمة مبادئ في المادة الثانية. حينما اعترض معظم الحاضرين على هذا القرار، انسحب بسام الزرقا من الاجتماع، لكن حزب النور بادر وأوضح أن هذا ليس انسحاب من لجنة 50 بشكل عام، وإنما هو شكل من أشكال الاعتراض فقط. أذكر على أن حزب النور السلفي هو الحزب الإسلامي الوحيد المشارك في لجنة 50، فإذا ما انسحب لن يكون هناك تمثيل للأحزاب أو التيارات الإسلامية مطلقا، وإن كان الأزهر الشريف له 3 ممثلين في اللجنة.